بس هذا انت نبهتنا على هذا اللي اريد احكي بيها هسه. خلينا نحكي بيها هذه هاي موضوع الايجار قانون هذا اللي 25 اللي سواه النظام السابق صدام حسين اللي دمر بيه المؤجرين خطيه. كان الاملاك كانت اسعارها مستقره ليش؟ لان التكارته قام يشترون املاك بفلس ونص من العالم وسووا قانون الايجار وخلى المؤجر بكيفه. سوينا تكارته لا لا هي بدايتها بدايتها وهسه نفس الشيء. عمي استاذ محمود رحمه الوالد شنو ايجار بيت دفتر؟ ارجوك بهالطريقه 10000 ايجار بيت ب 5000 و 10000 احكيها لحضرتك. اسمعني اولا انت شخص مضحي بابنه موديه شهيد بالجبهه وقاتل ودافع عن المؤسسات الدينيه والمؤسسات الدوله وما اعطيته قطعه ارض ولا اعطيته بيت، تروح تطل اي مأجر ما عندنا. هاي بحلام، هاي احلام. هاي طالما احنا اليوم اسعار ايجارات المفروض نعرفها. واسمع للسيد خليه يكمل فكرته ارجوك. هسه انا اخوان طرحتها وطرحتها بقناتكم. تفضل عمي. باكر صدر قرارات مو دولة ودولة يسحب. صدر قرار قول حسب الرقعة الجغرافية منطقة الكرادة من الزوية للجادرية لا يزيد سعر إيجار الشقة أو العقار 250 ألف. يعجبك أبو الملك يعجبك، ما يعجبك غصبا عليك المحكمة كاتب عدل. شي يسوي يبيعه نفس اللي يبيع له قول له هذا تنزل الإيجارات وتنزل العقارات. طيب انت تدري وجناب الحكومه يدرون ثلاث ارباع اذا مو 90% من اصحاب الاملاك هم بالخارج. يعني هذا غسيل اموال لكن شرعي. انت هاي شنو الفقره صعبه عليك تسويها؟ بس انا شحت بعلمك على القانون هذا القديم اللي صار عليك. هو انا الغي استاذ علي موضوع حتى